السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، إحنا في المحاضرة 12 إن شاء الله، وهي الأخيرة في تعريف number systems، يعني أنظمة الأعداد أو أنظمة العد. الآن نتذكر مع بعض أنه عرفنا natural numbers، بعدين الانتجرز مباشرة، الراشنالز مباشرة. الراشنال ظهر مع يعني مع الناس بالبابليين مثلا، قربوا جذر الاثنين، والإغريق عن طريق قطر المربع الوحدي. فهيك بدنا تعريف، بعملنا تعريف بعدين للريال نمبرز، وناقشنا كيف التعريف صار شروط اوردر فيلد شو كمان وكمبليتنس بروبرتي صار شروط. الان بعدين احنا بالمحاضرتين السابقات شفنا الهيستوري، تاريخ الكومبلكس نمبرز، كيف ظهر معانا الاي جذر السالب واحد، وبعدين شفنا بعض الشغلات، وبعدين عملنا تعريف. تعريف حطينا axioms للcomplex number، ومن خلال axioms هاي شفنا إنها ممكن vectors وممكن مصفوفات، مش الحال. وفي شيء ثالث يعني على شكل polynomials complex ما تركنالوش. تعريفات منفصلة هاي. اليوم بدنا نشوف هاي التعريفات اللي أخذناها، مش يعني إشي إنه بالفراغ بالهواء. الآن من خلال natural numbers عرفنا operations، الجمع سلمي، عرفنا الجمع وعرفنا شو كمان الضرب، وبيجي القسمي وبيجي الناقص عن طريق السكسسيف فانكشن. طبعا ناقص وقسمي بيجيش لسه لان هي ناتشرال نمبرز، بس بيجين بعدين في الريال نمبرز. اوكي، المهم عرفنا الجمع وعرفنا الضرب عن طريق السكسسيف فانكشن للناتشرال نمبرز. الان كل العمليات الحسابيه اللي عرفناها عن طريق الجمع والضرب والاوكسيومز تبعات الناتشرال نمبرز بنفس الطريقة بنمدهن للراشنال، بنمدهن للنسبية، وحتى غير النسبية، وبنمدهن للريال. إذا الريال هي نفس التعريفات بتمتد من خلال التعريفات الأوبريشنز، جمع وناقص على ناتشرال نمبرز بتروح على الريال. نفس الإشي القسمي والناقص، شفنا كيف بيجين من تو أوكسيومز. الآن الكلام اللي بتكلم فيه أنا مش بالهوى، أنا بسألك أسئلة بالامتحان من خلال هذا الكلام، من خلال الكلام اللي بحكيه بسألك، لأني بوضح لك الفكرة ما بعد الفكرة. أوكي، الآن عرفنا الريال نمبر بثلاث أمور، وعرفنا الكومبلكس نمبرز بأوكسيومز بإضافة بعض الأوكسيومز امتداد للريال نمبرز. الآن بدنا نشوف هذا الإشي اللي عرفناه على الريال وعلى الكومبلكس هو فعلياً اللي بخلينا نعرف ندرس مساق الكومبلكس أو مساق الريال أناليسيس. باختصار انه انت لما عرفت الريال نمبرز هسه بتصير تعرف تدرس ريال، بصير علم جديد اسمه ريال اناليسيس. اذا ريال اناليسيس بصيرش هذا الشيء بيمشيش الا من خلال تعريف، من خلال التعريفات اللي عرفناها الاوكسيومز تبعت الريال. كومبلكس اناليسيس كل شيء بالكومبلكس ما بيمشي الا من خلال الاوكسيومز اللي تم تعريفهن على الكومبلكس نمبرز. اذا هذا الشيء مهم. طيب شو حاليا بدنا نساوي؟ الان كل اللي بدنا ندرسه بهذه المحاضره بالنسبه لكم معروف، بالنسبة لكم معروف. شغلة واحدة بدك تعرف، كيف استخدمنا هذولاك الأوكسيومز عشان مثلا نبرهن هذه الشغلة البسيطة، هذه الشغلة البسيطة في الريال أو في الكومبلكس. يعني خصائص الكومبلكس، كونجوجيت مش كونجوجيت، انفرس موديول، ريال بارت ايماجينري بارت، هذه الأمور تيجي كلها من الأوكسيومز. وكمان الريال لما بدي اروح على الريال اناليسيس بدي ادرس سيكونس وكونفرجنت ومش كونفرجنت وكوشي وباوندد كله من خلال هذه الاوكسيومز بتنبنى عليها. اذا هاي فكره مهمه جدا، هي هدف الماده فعليا. اذا احنا حاليا بنحقق هدف الماده، وهو من خلال التعريفات الاوكسيومز اللي حطيناهم انفتح لي ريال اناليسيس، انفتح لي كومبلكس اناليسيس، والكمبيوتيشنز بينهم. الكمبيوتيشنز بمعنى لما نعرفنا احنا الجمع والضرب على الناتشرال نمبرز هن نفس بمتدين على الريال نمبرز. اوكي تمام. الان هذا الكلام مهم لاي واحد، خصوصا بده يكمل دراسته، بده يعرف ترابط الامور مع بعضها. اذا واحد ما بده يكمل دراسته، ما بده يكون متخرج كمان، ما يعرف ما الامور بالنسبه له، بنكتب الامور وما بعرفش ايش هي، انكتب هالثمانية اوبشنز ما بعرف ايش هي، يكون عارف اذا انحط بموقف تعليمي او غير تعليمي يكون فاهم الموضوع. اوكي، اذا
اليوم اذا القسم الاول اللي هو الجبرا اند كم جيومتري اوف كومبلكس نمبرز، بدنا نشوف شو الاكزيومز هذول ممكن يسوون. مثلا رقم واحد دبليو للسي كومبلكس نمبر بتجمعه مع اياته كومبلكس نمبر زد بيساوي الجواب زد، بضلوا زد، معناته هذا الدبليو هو الايدنتيتي للجمع، معناته هو صفر. احنا في عندنا اوكزيوم بتكون there exist identity للجمع، مشان تصير جروب عندنا identity في الجمع في الكومبلكس نمبر، عندنا identity. بس عندنا كيف بدي استخدمها الان من خلال العمليات الحسابيه، كيف بدي استخدمها من خلال الجبر. اذا صرفت معي بحول شكلها، اذا كان الشكل هذا مرق معي انه كومبلكس زائد دبليو الايات كومبلكس كان بضل نفسه زد، معناته هذا الدبليو هو الصفر. شغله ثانيه صفر ضرب اي يساوي صفر. بس انا كمان شو عرفك انه الصفر ضرب ايات رقم صفر؟ هي لها برهان، هذه لها برهان. صفر ضرب ايات رقم سواء الريال او كومبلكس يساوي صفر، هاي مش مسلمه، هاي لها برهان. اذا شوف بدايه البرهان منين بلش. اوكي بالنسبه للبراهين انا ما بدي اياك تحط براهين ومش راح اجيب لك براهين، بس حط بحسابك اني ممكن اكتب لك الخطوه هاي، اكتب لك هاي الخطوه واقول لك من هاي الخطوه بدنا نبرهن هيك، بدنا نبرهن انه صفر ضرب الاي مثلا صفر او صفر ضرب ايات رقم صفر. فبالتالي بدك تقرا البرهان ما تحفظه ومش راح اجيب لك برهن، بس الفكره الاساسيه في البرهان بدك تعرفها ممكن اجيب لك اياها. اوكي الان كيف برهنها؟ من البسيط جدا لحالك بتعرف. مثلا شو عمل هنا؟ قال الدبليو زائد صفر يساوي دبليو. شو اللي عرفك؟ شو اللي عرفك؟ لانه الصفر از اديتيف يونت، از لانه من الاوكزيوم بتحكي انه الصفر بجمعه لايات رقم بضلوا نفس الرقم في الكومبلكس. اوكي اذا تمام، اذا هي صح. طيب شوف كيف كمل. We assume the property for W applied with Z يساوي صفر. اوكي الان بنستخدم البروبرتي اللي معانا اللي معطي معانا اللي بدنا نبرهن، وهذا الشيء بنستخدمها الهايبوثيسيس. شو معطي معانا؟ وبقول لك هنا كل Z، انا بدي اقول Z صفر، هو بكل W زائد اياتها Z بضلها Z بعده اللي صفر. انا بدي اقول Z هي صفر مش لاياتها Z، فجمعت W مع Z اللي هي صفر اعطتني Z. بناء ما اعطي معي هيو زد زائد دبليو يساوي زد. اوكي اذا ذيرفور دبليو يساوي صفر زائد دبليو ويساوي صفر. اوكي انا استخدمت بيعطيني هذا الاشي، اذا اوكي ماشي حال. اذا شوف طريقة البرهان عميقة شوية لتحت بس مش صعبة طبعا. اوكي هي مثلا برهان صفر ضرب الاي بيساوي صفر، حيحط الاي، كتب الاي هيك. اوكي هاي زد، كتب زد اول شيء هيك وكتب زد وجمع له الصفر زائد اي. طريقه من البراهين، في ازيد من طريقه. هاي الطريقه شو طريقه حلوه، انه الزد كومبلكس نمبر وعندي كمان بدي ابرهن انه صفر ضرب اي يساوي صفر، جمع له صفر ضرب اي ماشي مش مشكله يا عمي. وشو عمل هين كمان؟ ولا شيء. هالساعه جمع عمليه، بصير اجمع لانه عمليه في اوكزوم بتحكي اخذناها الريال نمبر عمليه تجميعيه. اوكي عمليه تجميعيه، جمع الدبليو الواي مع الصفر، مع الصفر هذول تبعات الايماجينري بارت، حطهم مع بعضهم ما فيش مشكله. طيب الواي زائد صفر شو يساوي؟ واي، اوعى كل واي ليش؟ بدك تقول لي واي زائد صفر ليش واي؟ لانه في اوكزوم بتحكي الصفر هو الايدنتيتي في الريال. لاحظ انه بشتغل انا ريال اثناء الكومبلكس، الواي زائد صفر هي ريال والصفر هو ايدنتيتي في الجمع اوكزوم لانها جروب ابيليان جروب على الريال. شوف كيف؟ فصارت واي زائد صفر واي. اوكي اعطتني زد ماشي الحال. هالساعه بما انها هنا زد وتساوي زد هنا، اوكي معناته الصفر ضرب زد يساوي زد زائد اشي، معناته هذا الاشي اللي زائد يساوي صفر. طبعا هو عاملها بعرف ايش عامل جزء طريقه ثانيه، بس خلص ممكن تكتفي. عندي زد وعندي هناك زد زائد اشي، الاشي صفر. اوكي متساويات لاهي. ماشي. اذا هاي طريقه طبعا بدي اسوي لك برهان بس لهي، واللي باقيات كلها نفس الطريقه بدك تسويهن لحالك. اوكي. ماشي. طيب اذا في اكسرسايزز هين بحب نسويهن. اوكي
شوف طيور ام 10 بتحكي ايه الكومبلكس نمبرز افيل. لما عرفناها في الاوبسومز ما كانتش فيد لانه كان في عنده ما قسمه الانفرس، الانفرس في الجمع والانفرس في الضرب، مشان الصور فيه هنا الانفرس في الجمع والانفرس في الضرب مش اوبسومز، بنتج من الاوبسومز. هاي اوكي، هاي الانفرس في الجمع وهي الانفرس في الضرب. فكره المران بسيطه جدا جدا، احنا بشكل ديفاين شكل الانفرس هيك اللي حط له سالب، يعني حط له سالب واجمع بيعطيك صفر، انتهى الموضوع. يعني سهل، يعني بسيط. ايضا فكره الانفرس هاي حلوه لازم تعرفها، فكره الانفرس ضرب مستمر. يعني شو الانفرس للزد؟ يعني بالريال الانفرس الخمسي خمس، بالكومبلكس نمبر شو الانفرس للزد؟ واحد على زد، بس مش رياضيه 100% ترى، لكن من هنا بتيجي. طيب لما نحط واحد على زد اضرب بالكونجوجيت تحت، اضرب بالكونجوجيت فوق، بصير تحت عندك الموديول وبصير عندك فوق الكونجوجيت. هاي الانفرس، هاي كونجوجيت. يعني شو الانفرس لدبليو؟ دبليو اكس زائد واي اي، الاكس نفسها كونجوجيت ناقص واي، اوكي كونجوجيت ناقص على الموديول اعطونا اكس تربيع زائد واي تربيع. ليش اجت؟ يعني بقول واحد على زد بضرب تحت زد كونجوجيت، زد بزد كونجوجيت بيعطيني الطول اكس تربيع زائد واي تربيع، وفوق بصير الكونجوجيت اللي هو حطيت ناقص. اذا المهم شكل الانفرس في الكومبلكس، هذا بتستخدمه في الكومبلكس. طبعا كيف برهنها؟ برهنها من خلال الاوبسومز البسيطه. كمان بدي برهن هيك نسلكت از اكسرسايز. هسه هذا المرهن ولا شيء، اضرب اللي انت عرفته شكله هيك، عرفته شكله هيك، اضرب الدبليو في زد بيعطيك واحد ضرب عادي. وشو اللي سمح لك تضرب؟ لانه اصلا اول ما حطوا الكومبلكس نمبر عرفوا عمليه الضرب على الكومبلكس نمبر اللي هي فيكتور مالتيبليكيشن، فيكتور مالتيبليكيشن عرف الديفرنس اوكي، وعرف الانفرس ولا شيء. جايات خلص عندي هالساعه انفرس، صار عندي انفرس في الجمع او انفرس في الضرب، بقدر اعرف هذا الشيء. صفر ضرب ايات كومبلكس نمبر يساوي صفر. برهنا قبل شوي صفر ضرب اي يساوي صفر، بس برهن لي انه المعيات كومبلكس نمبر. هذول الشغلات البسيطه، انه السالب سالب كومبلكس نمبر او تطلعوا لحاله. اوكي شو هاي؟ ايونيك بير. رقم سي مهم شوي. رقم سي، سي انه هنا عندك كومبلكس نمبر انه بحوله لفيكتور، والفيكتور هاف من ار 2، وكانه صار في هنا شغل ما بين الفيكتورز والكومبلكس، وحكينا انه كومبلكس فيكتورز، وما بين ايضا الريال نمبرز صار في شغل. وحين ديفاين اوكي ذير از ايونيك بير، يونيك بير هذا مهم هسه بنحكي عنه. تعريف هي البرهان الاولى ايش؟ انه حط بس الواحد صفر زائد واحد بصير بسيط. بدك تقول لي ليش بصير؟ ليش بصير احط الواحد واحد زائد صفر؟ لانه الصفر هو العنصر المحايد في الجمع، الواحد هو ريال، وبالتالي اذا بجمعه للصفر بضله نفسه. شو اللي سمح لك؟ لانه في اوبزو بتحكي اوكي الصفر هو العنصر المحايد في الجمع بالريال، اوكي خلص بصير. طيب بعدين كتبوا هيك، طب مين سمح لك تعمل؟ بصير يا عمي، لانه الضرب يتوزع على الجمع بالكومبلكس. طبعا بالريال يتوزع، بس انا استخدمت انه استخدمت كومبلكس يتوزع على 2 ريال بصير. طيب ما هن الريال هذول مش كومبلكس؟ لا، ما هو كل ريال كومبلكس، اذا اسوسياتيفيتي اوكي ديستريبيوتيفيتي اوكي وخلص. هاي بطلع معك زد زد وهذاك معناته صفر. اوكي نفس الشيء، فيش شيء بي بي مباشر. سي المهم، سي سي نرجع نفهم معناها. الكومبلكس نمبر يونيك بير، يونيك بير اكس واي في ار تربيع such that الكومبلكس نمبر بنكتب هالصوره. مين اللي سمح لك تكتب هذا الكومبلكس هيك؟ لانه هو يونيك بير، كل كومبلكس نمبر في زوج مرتب من الار 2 بنكتب هيك. اوكي اذا عندي كومبلكس ايات كومبلكس نمبر بوديها زوج مرتب، بوديها ار تربيع. هذا شيء قضيه بوديه. شوف البرهان، شوفه مش صعب نهائيا. قضيه هذا اللي بوديه
function. Function من complex ل R2. R function field isomorphism. هذا الفانكشن اللي بيعمل لي اياتا كومبلكس نمبر زوج مرتب اسمه فيلد ايزومورفيزم. الان اللي دارس ابستراكت الجبرا ومتعمق بالجبر بيعرف هالشغلات. بدك تعرف شو معنى فيلد وبدك تعرف شو معنى ايزومورفيزم. فيلد اوكي حكينا ابي يعني جروب حنجمعه على الضرب وفي بينهم ديستريبيوتد جروب تمام. طيب ايزومورفيزم اول شيء في عندي هوموورفيزم اللي بحقق الهوموورفيزم بالشرطين هذول الاول والثاني بس هذا اسمه هوموورفيزم. احنا بنحكي عن ابستراكت الجبر اوكي الجبر خطي بعرفش شو مش جبر خطي الجبر هذا اللي بتدرسه بعرفش الاسم المادي يعني المهم انه بالجمع وبالضرب بحقق شرطين اسمه هوموورفيزم. طب هذا يعني شو يعني شو الهوموورفيزم يعني عمليه الجمع بريزيرف انه بتخلي عمليه الجمع بقلبه هذا اخذتهم من الفيلد الاول اوكي وكانك عملت عمليه الجمع على اثنين فيلد اللي برا قسمته لك اسمين هاي فيلد وهي فيلد وهذا فيلد اوكي. اذا هو يحفظ عمليه الجمع كمان يحفظ عمليه الضرب. اذا الهوموورفيزم يحفظ عمليتين الجمع والضرب. اذا بتحط عليه الشرطين الثانيه الشرط الثالث عشان يصير هوموورفيزم على فيل شوف عندك الايدنتيتي في الجمع والايدنتيتي في الضرب عشان يصير فيل اوكي ماشي الحال. الان قضيه ايزومورفيزم لحد الان هو هوموورفيزم فيلد هوموورفيزم. شو اللي بيخلي ايزومورفيزم بده يكون بايجكشن يعني انفيرتابل يعني الو انفرس اوكي بده يكون الو انفرس تقدر تبرهن انه الو انفرس. مش راح اسالك يا طيب بس بدك تعرف شو يعني فيلد ايزومورفيزم. اوف انه اذا باخذ اثنين مضروب الانفرس بتاع الانفرس عادي بدون الصفر يعني عادي انفرس. طيب ما جبلكش حله بس ممكن اجيب لك الفكره بالنص وهذه مشان تعطيني هيك ساتسفايز ذن دبليو هاي دبليو يساوي زد اكس استخدمها سواء في الريال او حتى في كمان في الانتجرز وفي الراشنالز وفي الراشنالز وفي الكومبلكس دبليو ضرب يساوي صفر واحد منهم صفر ممكن اثنين فهذول تبعات كيف الان جوجيت الموديول اوكي الجذر التربيعي الريال بار الايماجينري بار تعريفات من خلال هاي التعريفات ومن خلال هي شغلات برهناهن قبل شوي الاوبجكت واللي برهناهن قبل شوي مع التعريفات هذول بيعطيني كل الاشياء اللي بتتعاملوا معها في الكومبلكس كل الاشياء اللي بتتعاملوا معها في الكومبلكس بطلع لي اياها. اذا منين اجت هاي اللي بتعامل معها في الكومبلكس من اوبجكت واستخدمتهم طلعت منهم بعض شويه شغلات صفر ضرب اي مش عارف ايش ثالثا تعرف يعني من بدي اعرف هذا شو هو. اذا الاوبجكتس بيطلع لي كل امور الكومبلكس كل امور الكومبلكس بيطلع لي من الاوبجكتس اوكي زد في زد كونجوجيت بيعطيني تربيع زائد واي تربيع عارفين نعرفها معلومه هاي بسيطه في الكومبلكس طبعا اكسرسايز وبرهن ذلك حط زد واعمل له كونجوجيت واضربهم ضربات بيقوها اللي بيعطيك اياها يعني البرهان بديش اقول تافه برهان مهم جدا بسيط جدا حط زد اكس زائد واي اي زد كونجوجيت اكس ناقص واي اي اضربهم في بعضهم بناء على التعريف اللي معرف الفيكتور فيد كيف بنضرب اثنين كومبلكس بعطيك هذا الشيء اكس تربيع زائد واي تربيع يعني اقل من مستواك بكثير اوكي رقم بي ورقم سي ورقم كونجوجيت بتوزع والريال بار طيب في حقيقتين هنا الريال بار شو يساوي هذه بسيط كمان حط الزد والزد كونجوجيت واجمعهم بيعطيك هيك الريال بار ويعطيك الايماجينري بار جربها سويها يعني هذا لازم انت تعلمه للناس بسيط بس خلص زد كونجوجيت اجمعهم اكس زائد واي اي هي زد اكس ناقص واي اي هي زد كونجوجيت اجمعهم وشوف شو بصير شو بصير شكل الريال شو بصير شكل الايماجينري مش شيء كبير بده هنا بده انجل انيكواليتي والكوشس وارز والمساواه في الكوشس وارز انكواليتي هنا
بدي برهن هذول الامور. القيمه المطلقه او المديول طبعا مش قيمه مطلقه ايه اوكي مديول صح اوكي متوزع هين برضه مش قيمه مطلقه مديول بصير الكوشي الترايانجل ان ايكواليتي. البرهان شوفوا الفكره في البرهان مان ان ايكواليتي وهي ماثل كومبلكس اناليسيس جيومتري اوف مالتيبليكيشن. انا لما اضرب لو اجمع اثنين كومبلكس شو يعني؟ يعني جمعت اثنين فيكتور. طب لما اضرب شو بصير؟ في السي ار عمليه الضرب كومبلكس نمبر في كومبلكس نمبر وكانها بعد ما ضربناهن بناء على تعريف الكومبلكس نمبر حولناهن لمصفوفه كان شكلها اي اي دياجونال ناقص بي بي. بدك تسويها هي مهمه جدا. بدك تسويها خذ كومبلكس نمبر وضربه في كومبلكس نمبر مثلا الاولاني مثلا شو بدك اي بي اي زائد بي اي الثاني اكس واي يعني اكس زائد واي اي اوكي وضربهن على التعريف كيف تضرب اثنين كومبلكس نمبر بطلع معك شيء. الشيء بدل ما تعمله في 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 زوج مرتب اعمله عمود. الان العمود لو حولته لهذه المصفوفه وعملت ضرب مصفوفات عاديات الكومبلكس الاول في الثاني فروم ذا ليفت في الاكس واي نفس الشيء. هاي فكره مهمه اوكي شيء ضرب بالكومبلكس نمبر. طيب خلينا نطور عليه شوي ما نضرب في دبليو لانه دبليو نسميه اي زائد بي اي عادي فيش مشكله. الان اضرب في طول الدبليو الموديول واقسم عليه بصير ما هو طوله ريال نمبر اي تربيع زائد بي تربيع اوكي اي تربيع زائد بي تربيع طبعا تحت الجذر التربيعي اوكي اضرب في واقسم عليه رقم صار المدخل الاول اي على الجذر اي تربيع زائد بي تربيع كوساين ثيتا. طب كيف بدي اعرف كوساين ثيتا؟ روح يا عمي على اي زائد بي اي وارسمه بيعطيك مثلث قائم الزاويه يعني خط وبيعطيك المجاور والمقابل A و B أو B و A أوكي المجاور طبعا A والمقابل B وخلال قانون الجيب المقابل على الوتر وانتهينا والوتر قانون نظرية فيثاغورس. إذا هاي كوساين إذا بسيط كوساين وهاي كوساين وهاي ناقص ساين وهاي ساين تمام. إذا حول لي إذا عملية الضرب بس لو عملت عليها تعديل بسيط في هذا الإشي إيش شو معناه؟ هذا الإشي اللي سماه R كابيتال ثيتا هاي هذا عملية دوران إذا الضرب في كومبلكس نمبر وكأنه بيعمل لي دوران الضرب في كومبلكس نمبر أوكي إذا هاي دوران ومهم كلمة دوران هاي هنا ملخص لك الدوران طبعا بالزاوية ثيتا. هاي شغلات انزل عليها شوي اكتب الكومبلكس نمبر A زائد بي اي على الريال A اطلع بي مثلث قائم الزاوية الطول جذر تربيعي A تربيع زائد B تربيع تكتبهم وبتشوف الكوساين والساين وهاي وبترجع بتعوض محل كل وحدة. كيف احنا جبنا تحت؟ ضربنا في المديول في طوله وقسمنا عليه. نقول خلصنا من الكومبلكس نمبرز نرجع للريال نمبرز الثاني الشيء اللي معرف هنا كله درسته الاوكسوم راح يجمعه على الضرب والكومبليتنس بروبرتي والاوردر الاوردر اللي هو اقل او يساوي او اكبر او يساوي هذا الاوكسومز كلها تشوفها من هنا تشوفها من هناك من ايات مرجع بدك اياها اسمها بالتفصيل اوكي تعطيني بعد ما ندرس الاوكسومز اذكرك كومبليت اوردر فيه كومبليت يعني بحقق الكومبليتنس بروبرتي هي اللي بتميز الريال نمبر اوردر انه في عليه اوردر وبحقق عليه توتال اوردر او بارشل اوردر بحقق عليه شيء خاصيتين الشيء الثالث هو فيلد لانه ابيليان جروب على الجمع على الضرب وفي ديستريبيوتيف في لك انه من الخصائص ارجع اقراهن اللي هي بتطلع منهن اني خاصيه ذا ريليشن ذا بروبرتي دي بروبرتي دي هاي الكومبليتنس بروبرتي افري نون امبتي افري نون امبتي سبست اوف ريال نمبرز ويتش از باوندد ابوف هذا سوبريما مهم جدا فيش ريال اناليسيس بدونها اوكي وعرف لي ايش يعني السوبريما مش معرف السوبريما بعرف ابر باوند ليست ابر باوند اقل ابر باوند
من خلال هاي الأشياء البسيطة الأوكزمز عريان نفس الشيء بيكون تطلع لي. طبعاً حكينا هذا الشيء بعمل له إعادة كاعد بتعمل لي كل العمليات عريان لمبرز اللي أعطيتكم إياه نحلوه المحاضرة السابقة سايزز A زائد B يساوي A أوكي then B يساوي صفر uniqueness of I of إيش هاي اسمها العنصر المحايد الجمع identity additive identity fraction بارينو قيس واحد نفس الاشي العنصر المحايد اللي ما بقى اوكي اوردر حكينا هين ضفروا وين تمام الخصائص الست بيطلع مني اربعة بعدين توتال اوردر واثنين بعدين اوردر فيلد يعني توتال اوردر مع الفيلد بعدين اوردر فيلد بتبرهن هذا بسيط جدا كل العمليات الرياضية اللي بعملوها في الكالكول السرعة وكل العمليات الرياضية في الدفرنشال والنيوميريكال والريال اناليسيز وكل شيء بدك اياه عمليات رياضية تكامل ومشتكل ذكيات هاي تطلع تطلع منين طبعا سواء اني كواليتي او مساواة تطلع من الاوبشن and density of rational numbers حاطط اكسرسايزه حاطط اكسرسايز اكسرسايز حاطه بنعرفه من الاوبشنز على ما يبدو بده يعرفه من تبعات التوتال اوردر والدنسيتي ممكن تاخذها بعطيك تعريف انا بدي اياك تفهم معناها شو يعني الراشنال نمبر ار او از ادنس ان ريال نمبرز مجموعه الاعداد النسبيه هي دنس في الاعداد الحقيقيه هذا جزء مره معاكم التحليل الحقيقي واحد باختصار كل ريال نمبر في جنبه قريب عليه راشنال نمبر هيك معناها الفهم هيك انتيوتيفلي يعني كيف تفهمها كل ريال نمبر في رقم راشنال نمبر ملزق فيه قريب عليه كثير هيك معناها طيب شوفوا كيف هم بيعرفوها ايات عددين حقيقيات A و B اوكي في بينهن راشنال نمبر نفس المعنى عددين حقيقيات زجر كثير في بينهن قريب عليهن او على واحد منهن اوكي راشنال نمبر نفس المعنى فدنس كثافه فالاعداد النسبيه هي كثيفه داخل الريال نمبر وكمان اللي غير نسبيه كثيفه اذا كثيفه داخل الاعداد الحقيقيه هاي دنسيتي بس افهمي طبعا هاي تدرس على مترك سبيس إذا بدك تتعمق تدرس على مترك سبيس شوف هنا في كلمة خلال مش كاتبها الكلمة بس كاتبها على شكل هو أقل أوكي كاتبها على شكل أقل لو بديش أكتبها بدي أكتبها باللغة with هيك هيك there exists a rational number Q such that بديش أكتب هيك بحكي between أوكي اللي هي عن طريق الإنيكواليتي هاي كلمة between هاي تعمل لي المسافة هاي فقط between يعني مسافة يعني باخذ قديش المسافة بينه وبين واحد منهم أو المينيمم مسافة، أوكي؟ قيمة مطلقة، ما هي المسافة قيمة مطلقة. هذه مترك. يوكليديان، يوجوال توبولوجي. الريال ما هي توبولوجي، يوجوال توبولوجي، يوكليديان مترك. هذا يعني ما بديش خربط الأمور إنك تكون، أوكي. سيكونس. ممكن نشتغل على السيكونس بدون الكومبليتنس بروبرتي، لأن السيكونس بالأهم شيء كونفيرج. وكونفيرج يعني ملزق فيه جنبه، يعني له سوبريمم. إنه سوبريمم وإنه إنتمم وهذا بدأ كومبليتنس بروبرتي إيش إشيهين مش كاتب إنه شكل الكيف السيكوانس وشو معناته كونفيرج مهم جدا تعرف معناته كونفيرج مهم جدا كونفيرج لرقم هيك سيكوانس ناقص إكس أكتب مطلقا نقول إبسلون بس there exists given any إبسلون there exists capital N such that for all N مهم جدا هذه ما تتخرج الرياضيات وأنت ما بتعرفها مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة هاي مهمة كونفيرجن وفيش كونفيرجن بدون كومبليتنس برهن هذول إذا حبيت برهن حتى تعريف مباشرة هذا التعريف حتى تعريف هذا مباشرة باخذهن بحط ناقص واي ناقص اكس بقسمهن بستخدم انيكواليتي بحط ابسلون على اثنين وخلصت اوكي وبحط الام اللي هي ايش ماكسيمم منهن عندي N وعندي M، أخذ الماكسيمم.
مونوتون كونفيرجنس. كلمة مونوتون تصير كونفيرجنس، هاي نظرية بس أعرف لي معناها. أوكي، إنه مونوتون مثلا متزايد أو متزايد دائما وباوندد أباف، على الأكيد هذا كونفيرجنس. كونفيرجنت أوكي، ديكريسينج ستريكتلي، ستريكتلي دائما متناقص، باوندد بلو أوكي هذا معناته كونفيرجنس. طيب طيب مين حكى لك يا عمي كيف صار increasing strictly increasing؟ يعني مش بيساوي strictly increasing bounded above معناته convergent. اوكي bounded above يعني في supremum يعني completeness property. Sequence non decreasing حكي، انت بدك تحكي increasing strictly increasing. اوكي bounded from above there exists شيء خلاص convergent. هذا كل الحكي اللي حكيه لازم حكى كلمه convergent مش حكيها هو convergent. convergent هذا كله ياتوا معناته convergent. بينها قال مرانك رابع بدك شكران تنهار رسترس. عارف ليش بتحكي هاي البلزان رسترس اياتا واحدة bounded above مش increasing ولا decreasing ماليش علاقة bounded above في sub-sequence convergent then there exists a sub-sequence that converges يعني bounded okay bounded above هاي bounded above. طب هل كل bounded convergent؟ لا مش كل bounded convergent، ناقص واحد هو ان bounded بس الها لا يعني عندك two limits اوكي ناقص واحد واحد اذا لما two limits مش كل bounded اوكي اذا مش كل bounded بس bounded و increasing bounded و decreasing بس اذا كانت bounded اوكي ماليش مثلا ناقص واحد قوي ان هي باوندد ناقص واحد تحت واحد فوق بس هي مش كونفيرجنت اوكي ممكن اخذ منها سب سيكونس كونفيرجنت باخذ ناقص واحد قوي ان الايفن كونفيرجنت الواحد ناقص واحد قوي ان الاود كونفيرجنت ناقص واحد هيك معنى البلزانو ريستراس تيغر مهتم انا المهتم ضريبة بعدين فيها هنا اشياء النسد انترفال ضعفت مهم جدا تعرف شو معنى كوش جدا كوشي هي every convergent sequence is كوشي every كوشي is convergent sequence so a sequence is convergent if and only if it is كوشي هذه مهمة يا عمي لازم تعرفها ما بصير تخرج بدون ما تعرفها طبعا انا مش بعطيك اياها لانه بدي اعطيك اياها لا لانه هاي اول اشي بيسك بيجي بعد الاوبزومز خلصنا من الاوبزومز طوالي وشويه شويه مانيبيوليشن يعني حسابات طوالي بتيجي كوش سيكونس طبعا هاي بتفتح علوم كوش سيكونس بتفتح علوم كبيره كلمه كومبليت من كوشي فشو تعرف كوشي هنا حاطط لك هو مش حاطط لك التعريف كوشي حاطط لك شو يعني كيف بتكون كونفيرجنت اوكي بتكون هيك كونفيرجنت بس بدك ترجع لكوشي ارجع لكوشي اوكي يعني نقدر نحكي فور افري ايبسيلون اكبر من صفر اوكي ذير اكزيست ناتشرال نمبر كابيتال اللي بدك اياه ان such that ام ان اكبر او يساوي هذا الرقم اوكي اكبر او رقم xm ناقص xn قيمة مطلقة أقل أو يساوي epsilon أوكي for every هاي الأرقام وبنأخذ الماكسيمم منها ماشي هذا تعريف ترجع له كثيريون بقول لك إياه هو كمان إياه لأنه every كوش سيكونس وبأخذ منها هاي ما يأخذ منها subsequent bounded وكمان بدي أخذ مونوتون شوف في فكرة البرهان شو اللي بدي أخذ فيه شوف أول إشي باوند سهل باوند سهل وبالزمن ذيرين سبسيكونس كونفيرجنس سام باوند سهل بس بتكفيش سيكونفيرجنس إكس so far only have shown that a subsequent convergence إكس now we will show that the whole sequence is convergent بدنا نشوف أوكي بنشوف الفكرة بندور على الفكرة الفكرة تطبيق تعريف كوش خلاص اوكي اذا هاي المحاضره كانت محاضره مهمه جدا بس اهم شيء تعرف كيف تدرسها
البراهين ما يعني تعمل احصائيه، فيش براهين، لكن هل ممكن اجيب لك من خلال برهان الفكره الاساسيه اكتب لك اياها واحكي لك شو بدها توصلنا المعنى تبعها ليش ايش هيك؟ اه ممكن. الان اللي بيهمني بالموضوع كلياته انه موضوع كومبلكس اناليسيس اللي هو هذا ما بيقدر واحد في العالم يفهمه كله. الكومبلكس اناليسيس هل بيقدر يجي واحد بيقدر يفهم الكومبلكس اناليسيس كله؟ لا. ريال اناليسيس بيقدر واحد؟ لا. لكن المداخل تبعها مثلا الكورسين اللي بتاخذوه انتم كومبلكس وريال، ريال واحد ريال اثنين، هذول مداخل تبعاتنا هذول ليش مشتغل فيهم؟ مين سمح لك؟ ليش يا عمي؟ الاوبزومز اللي عندنا، الاوبزومز كليات ابتداء من الناتشرال للريال للكومبلكس، ثلاث انواع من الاوبزومز عمل لي كل شغلها. وشوف بكل بساطه انه مش بدك ألف سنه ثمانين يعني انه مش بعاد عنهم، لزقات فيهم طوال الاوبزومز بتطلع نهايه الحقائق وبصير تشرف فيهم وصار علوم، وبالتالي هذا يعني عبقريه الانسان وابداع الانسان فعلا هو ابداع. هي طبعا ابتدات منذ خلق الله الخليقه، الانسان ابتدى يحط ويطور والى اخره. الحضاره الاخيره، الحضاره الاوروبيه الاخيره وصلتها معلومات جاهزه، لكن قدروا يرتبوها بالشكل الصحيح. يعني اكبر انجاز للاوروبيين عمليه ترتيبها، واحنا اللي بندرس فيه هنا ترتيب. يعني احنا بندرس شو عملوا، هو هذا اللي بندرس فيه كلياته قبل 150 سنه. يعني الشغل الصح، اما مش بنقدرش نحكي شغل صح، يعني بجوز بعد 1000 سنه يجي احسن منه، لكن شو عمل الانسان هيك وصلته كل المعلومات قدر يعرفها. على الاقل احنا اخذنا اتجاه اوكزيوماتيكالي، وفي اتجاهات غيرها نفس الفكره تعريفها بعرف بطريقه ثانيه. احنا اخذنا الاكثر شيوعا اوكزيوماتيكالي من خلال اوبزومز، مسلمات عرفناها واشتغلنا فيها. يعطيكم الف عافيه، نشوفكم على خير. ما تراكموا الماده، خذوا الموضوع بجديه. اللي ما بحضر فيديو، اللي بحضر فيديو يخبر للي ما بحضر انه طبيعه الاسئله بتيجي من خلال الشرح، لانه انا بوضح لك شو المعنى البعيد تبع المكتوب. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.